السلام عليكم الجمهور، مرحبا بكم الخوش في هذا الفيديو على اللاعب ديال الزياج. حيت ان اللاعب اللي لعب صوف تشيلسي سابقا اللاعب آلان هوتسون وليد داعي المعروف حاليا اللي قام بتحليل مدير المباريات وكيهضر على كره القدم في انجلترا. دواء اللاعب اللي خسروا عليه الفريق ديال تشيلسي 33 مليون جنيه استرليني اي ما يقارب 40 مليار، حيت قال لا يملك اي اعذار اذ لم يظهر بشكل جيد في المباريات القادمه. اضاف ان الوقت قد حان بالنسبه للحكيم زياج ليظهر قيمته الحقيقيه، خصوصا بعدما تخلص من اصاباته وبات في كامل جاهزيته للمباريات. بحيث قال هوتسون في تصريحات نقلها موقع تشيلسي كرونيك انه هي التمس العذر لزياج، بحيث قال يضع في عين الاعتبار معاناته الجسديه، لا يمكن ان نكون قاسيين للغايه لان زياج كشخص عانى من اصابه مرتين، لكن انسعت جاهزيته ولم يصب باي اذى فلا عذر له على الاطلاق. نحن نريد أن نراه بالقميص أزرق وهو يقدم أشياء رائعة للفريق مثل ما فعل مع أياكس أمستردام كما عارفين. ربما كان يظن أنه سينجح في التعامل مع الأمر بسهولة تحت قيادة فرانك لومبارد، لكن بعد إقالته ومجيء توماس توخيل الذي لم يسبح بذلك، وبالتالي هوتسون قال بليزياش بدأ يتحسس طريقه نحو استعادة توجهه من خلال ما قدمه في الحيز الزمني الضيق الذي ظهر فيه خلال مباراة تشيلسي وأتلتيكو مدريد في إطار دور 16 من الشامبيونز ليغ. حيت كما عارفين كلعب فقط 15 دقيقة وبين على مردود جميل وكان خد تقييم ديال 6.10 في المباراة اللي تغلب فيها بطبيعة الحال على التقييم ديال فيرنر وعديد من اللاعبين اللي لعبوا اساسيين. يعني الخوش من الاخر هذا اللاعب الاذاعي المشهور في انجلترا قال بلي على زياش ما بقاش عنده الاعذار حاليا، بحيث ولا في كامل الجاهزية ديالو وخاصو يبين لطوخيل باش يولي يعتمد عليه، وايضا قادم مباريات خاصو يبين ديال بصح وما بقاش عنده العذر من الاخر. هادشي اللي قال الخوش هاد الاذاعي آلان هوتسون على اللاعب ديال الزياج. نتمنى يعجبكم الاخبار اللي كنقول لكم يوميا. الى عجبكم بلان ما عليكم الا تشتركوا في القناه، وشكرا على المتابعه ديالكم الخوش. كان معكم مروان، تهلاو في راسكم.